أي الاذاعه الاولى في تونس سياسي جاتني اقتراح على اداره المسرح الوطني دوبما الثوره مع الثور كذلك اداره فرقه مدينه تونس ورفضت علاش لاني نرفض ما نجمش نقعد على الكرسي اكثر من ربع ساعه مه. ولكن اليوم اليوم مثلا كي نلقاو فضل الجعايبي اللي هو في اداره المسرح الوطني يعمل في المسرحيات نتاعو وقاعدين يمشي وفي نفس الوقت يدير فضاء اللي هو مهم برشا اليوم للمسرح التونسي ولازم يقف عليه حد عنده درايه بالمسرح اليوم أكيد. انت علاش ترفض ما منصب هذا مع, مع كل احترامات الفضل الجعايبي اللي انا نحبه برش وتعاملت معه برشا مرات في عده م. مناسبات في الكاف ثم في فرقه المغرب العربي وقت عملنا كل المسرحية الكبيرة الكريطة اللي م. تقدمت في تقريب ستة ما يتعرض وبعدش عملنا مسرحية عرب وما أدرك من العرب آه يظهر لي بالنسبة للفضل الجعايبي أعمال وقه قارت ملي إخذاء إدارة مسرح الوطني يعني على مستوى الابداع مم. كيف يعني ما عادش الشعله الكبيره اللي كانت عند الزعابي والمجموعه اللي كانت دايره به كما الفنان القدير محمد ريس في الكتابه لانه يعني غادي نحسوا أنه فما خلل على في نوعا ما في الطرح بالنسبه للمسرحيات اللي اقترحهم فضل الجعابي بعد غياب محمد ريس كذلك بعد غياب الفضل الجزيري على مستوى السينوغرافيا يعني و واخت... هي مساله اختيارات معناتها انا وقتاش شفت ابداعاتهم مسرحيه مثلا خمسون يحيى يعيش وقتاش من العرب من العرب معناتها حتى خمسون ويحيى يعيش اللي هما كانوا قبل مع... الثوره معتها... كانوا أقل... اقل مع جليله أقل... بكار اقل مع كل احتراماتي للفنانه القديره جليله بكار اللي انا نحبها برشا وكنت وكن... معناتها معناتها صاحبتني في دور كبير ياسر في مسرحيه عرب م. في دور معناتها كان من اروع ما يكون ولكن معناتها أنا كنت نفضل كتابات محمد دريس. كيف نقولوا لام؟ كيف نقولوا تحقيق؟ كيف نقولوا غسلت النوادر؟ مم. كيف نقولوا المسرحيات الكبيرة هذه معناتها تحس اللي بعدها هي جات عرب مسرحية عرب اللي قفلت إبداعات فضل الجعائر. والكرسي اليوم يبدل زيدا الكرسي ينقص من الإبداعات لأنه تري مسؤولية معناتها معناتها يتفرط المبدع. يولي الهي بالهك تشوف معناتها اخيرا معناتها فضل الزعايبي قاعد يعاني في مشكله اداره ومشكله وقف وقفات احتجاجيه امام المسرح الوطني لان مسائل اداريه معناتها كلها تقرب للاداره اكثر منها للابداع. شنو رايك في الحمله اللي تعمل ضد فضل الزعايبي وقتها؟ من ما نعرفش مم. ما ليش من بعيد ما, ما نعرفش ما نجمش نحكي فيها لاني مانيش ملم كما ينبغي ويبدو لي ان العظمه ما تقول تق الا ما فيها شق. ما دام الناس وقفت وعبرت على رأيها فما حاجه ما نقولوش هكاك معناتها مش ما حق حتى واحد على كل فاضل زايب عطى رأيه في المسأله وعطوا الناس اللي وقفوا وعبروا على رأيهم كذلك كيما قلت لك معناتها انا رافض كل الرفض اني نكون على كرسي لانه الممثل والفنان حسب رأيي هو دائما في في علاقة ضدية مع السلطة ما ينجمش يكون فارس وحكم ما يكون ناقد إلى السلطة وفي نفس الوقت هو مع السلطة